هنا لا تحسب ساعات العمل ولا يكل من الجهد والتعب، بل تشتد السواعد لفعل الخير في شهر رمضان الفضيل. جمعيات ومساجد وأبناء وطن واحد يجهزون مختلف الأطباق لتقديمها لمن يستحق من الطلبة والمحتاجين. بالتنسيق مع قنصلية جزائرية لمدينة بونتواز تتم عملية توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع عدة جمعيات بلا نورماندي خاصة بمدينة روان. نطبخ شوربة حريرة كيف يقولوا لها الفريك، ونعمل وجبة تانية مع اثنين وجبات أخرى مع الشوربة. طالما فتحت أبواب الخير في هذه الأيام المباركة لتكون سنداً لمن ضاقت به الحياة في الغربة، خاصة في ظروف استثنائية على الطالبة بفرنسا انقطعت بهم سبل العودة للوطن، وفقد كثير منهم وظيفته بسبب الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا. C'est une association qui est bénéfique pour les étudiants. Elle nous aide vraiment en tant que crise sanitaire où c'est vraiment compliqué pour nous les étudiants. Salam alaikum, je suis étudiante à Rouen. C'est le sixième jour que je viens ici à l'association récupérer mon repas. Au début, je venais juste pour récupérer mon repas. Donc, j'essaie de les aider un peu. منذ بداية شهر رمضان الكريم لم تنقطع سلسلة التضامن والتعاون التي يحرص القائمون عليها أن تكون يدا تمتد دوما لمن يحتاجها. لقناة النهار، هدى فتوان، باريس.